يعود الإنسان يراجع نفسه. أنا صحيح أنا كانت عندي مواقف قبيحة جدا مع الكثير من علماء الإسلام في الخارج، أذكر منهم الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ السديس والشيخ القرضاوي، وجل هؤلاء توفوا وأنا يعني لا أملك إلا أن أترحم عليهم، والله أستغفر الله عز وجل عن كل يعني قلت فيهم ما لم يقله مالك في الخمر. إلا أن الشيخ القرضاوي التقيت به في مؤتمر لعلماء العالم الإسلامي في مصر قبل 3 سنوات، وقبلت رأسه وقلت له لقد نلت منك ما نلت فأرجو الصفح والعفو، ابتسم وقال مسامح كريم. إذن هذه لماذا هذه المراجعات؟ وهذا مثال فقط، وإلا دونك الأحزاب السياسية اللي كان عندي فيها غدق، ولا سيما بل حتى الحركات الإسلامية باعتبارها تؤمن بالديمقراطية وبالدولة وكذا وكذا، فإذا هي عدو أشير. هذه كلها كانت بالنسبة إلي. فهذا هو ما كان مختلص الضرائر من الفوائد والفوائد من الضرائر. بكل تأكيد أنا عندما خرجت من السجن، وكان ذلك المؤتمر الصحفي الكبير ربما حضرته في دار بيضاء في حياة ريجنسي، ولم أخفي أبدا، بل كان لي الشرف أن أعلن أنني تراجعت عن كذا وكذا 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 وكذا، ولا ضير في ذلك، بل بالعكس أنا أشجع الآخرين الذين تراجعوا ولكن ليست لهم الجرأة في أن يعلنوا كأن ذلك سينتقص من كرامتهم شيئا، وهذا ما يعني